السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وصرف منحة عيد الأضحى المبارك بقرار من الوزارة. هنتعرف على التفاصيل من خلال فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ كده الفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. أعلنت وزارة المالية عن صرف منحة جديدة، وهي منحة عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفين العاملين في الدولة. واتكلمت عن تفاصيل صرف منحة عيد الأضحى 2024. مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024 بيتساءل الموظفين عن المنحة اللي تم وضعها مع المرتبات الخاصة شهريا أو كونها منحة منفصلة عن الراتب الشهري. وفقا لمصادر حكومية مسؤولة، إن الجهات الحكومية تستعد لوضع آليات لصرف منحة عيد الأضحى المبارك 2024 من خلال إعداد التقارير اللازمة وحصر أعداد العاملين بكل جهة من أجل تحديد قيمة المنحة وموعد صرفها. وبيأتي استعدادات الجهات الحكومية لصرف منحة عيد الأضحى 2024 قبل وقت كافي من موعد عيد الأضحى المبارك، ولذلك لإتاحة الفرصة للعاملين بالدولة لشراء احتياجاتهم الخاصة بعيد الفطر. بالنسبة لقيمة المنحة هتصل، أو كما أوضحت المصادر، إن قيمة المنحة بتختلف من جهة لأخرى حسب الميزانية وبنود الصرف المستقلة، سواء من صناديق الخدمات أو صناديق الطوارئ والأزمات والدعم المجتمعي. وأشارت كمان إلى إن قيمة المنحة تتراوح ما بين 750 جنيه إلى راتب شهر كامل من الأجر الأساسي، وذلك في الجهات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري والتسويقي، بينما تمنح جهات أخرى صرف شهرين من الراتب الأساسي. وكشفت مصادر إن ميزانية منحة عيد الأضحى 2024 من المقرر إن تكون من بنود صرف مستقلة خاصة بكل جهة حكومية، وتنسيقها مع الإدارات المالية بهذه الجهات وفقا للوائح الداخلية المنظمة لشؤون العمل. وأعلن كمان عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق عن موافقة وزارة النقل بمنح العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة ليها 750 جنيه منحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق في تصريحات رسمية ليه إن من المقرر صرف المنحة اعتبارا من الأسبوع المقبل لحوالي 65,000 عامل بالسكة الحديد والمترو، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم العاملين. كانت كل التفاصيل الخاصة بمنحة عيد الأضحى 2024. لو في أي جديد هتلاقوه موجود عندنا في القناة، وكل الأخبار هتلاقوها موجودة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.